مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم تحضير بوزة كتير كتير سهلة وبسيطة وناجحة من اول تجربة وكتير كتير طيبة بهيدا الشكل. شكل كتير روعة. هيدي البوزة اللي بدنا نعملها كتير كتير ناجحة وطيبة ومكونات متوفرة بكل بيت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوب حليب و 120 جرام شوكولا. فيكن تستعملوا الشوكولا المتوفرة عندكن. أنا حطيت نوعيتين من الشوكولا، شوكولا عادي وشوكولا الجالاكسي. منسخن الحليب. سخنت الحليب دقيقتين بالميكروويف، يعني غلى عنا. هلا بنحط الحليب فوق الشوكولا، بخلطهم ليدوب عنا الشوكولا. لازم نسخن الحليب منيح عشان تدوب عنا الشوكولا بسرعة ما تعذبنا. بس داب عنا الشوكولا منيح بحطهم على جنب ليبردوا. موجود عنا 150 ملي من الحليب البارد. ضيف ظرف كريمة، بخفقن على سرعة عالية. خفقت الكريمة كتير منيح لصار عنا هيدا القوام. هيدا الخليط بعده ما برد، بتركن بعد شوي. بحط الكريمة بالبراد وهيدا الخليط بتركه شوي ليبرد تماما، ومنرجع منكفي الطريقة أنا وياكن. بعد ما تأكدنا انه هيدا الخليط برد عنا، هلأ بدنا نحطهم فوق الكريمة. بنحطهم على دفعات فوق الكريمة. بستمر بوضع الخليط على دفعات بهيدا الشكل ومنحرك مع الكريمة. لأختصركن أنا شو رح أعمل، رح كفي الباقيين وبرجع آخر مشهد بصوركن إياه. بس صار عنا الخليط بهيدا الشكل، هلأ بدي حطه بوعاء. بعد ما حطينا الخليط بالمطبقية بسكرها منيح وبحطها بالفريزة ليلة كاملة. هيدي البوزة اللي عملتها أنا وياكم، هيدا الشكل نهائي. شكل كتير كتير روعة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.